بارك فزعة أهلنا من العشائر العربية الذين لبوا النداء لنجدة أهلنا في دير الزور. والله بإذن الله تعالى بإذن الله عز وجل. تكبير الله أكبر. نحن أبناء وعشائر أبناء عشائر المحرر لبينا دعوة أخواننا في عشائر دير الزور لنصرتهم ولدحر البيكيكي، وهذا الأمر تم على أبناء القبائل الآن، فهذا التجمع الآن هنا فهو تجمع أبناء قبائل وعشائر من كل العشائر العربية. نحن أبناء العشائر في المنطقة الشرقية بشكل عام ومحافظة دير الزور بشكل خاص وعشائر مدينة منبج، قمنا اليوم ببدء في عمل ضد قوات سوريا الديمقراطية نصرة لأهلنا في دير الزور، وقمنا اليوم في بضرب عدة نقاط تابعة لقوات قسد الإرهابية، وتم تحرير عدة نقاط منها الحلونجي وتلة المحسلي وقرية المحسلي والعون، وجاري العمل على تحرير نقطة السريتيل، وهذه هي النقطة تعتبر استراتيجية.